دكتور محمود، من فضلك، قسم بحوث النحل ده تابع ليه؟ قسم بحوث النحل تابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة. يعني هدفه ايه، او طبيعة عمله ايه بالظبط؟ القسم طبعا له كذا هدف، هدف بحثي، هدف إرشادي، هدف تدريبي. بالنسبة للهدف البحثي، في البداية طبعا كل الكادر الخاص هنا بيعمل في مجال البحوث، بيعمل أبحاث تخدم مهنة النحالة في جمهورية مصر العربية، زي تحسين السلالات في المناطق المنعزلة، زي استخدام مواد مكافحة آمنة لأمراض وآفات نحل العسل، زي طبعا استخدام المنتجات نحل العسل في الطب التكميلي، وفي الوقت الحديث بالذات طبعا ظهر الإيبي سيرابي، العلاج بمنتجات نحل العسل، بالإضافة إلى الفينم سيرابي، العلاج بسم النحل. حضرتك شايف لو تم تنمية صناعة العسل في مصر أو نحل العسل في مصر، ممكن يبقى نشاط اقتصادي مربح للدولة؟ طبعا يبقى نشاط اقتصادي كبير جدا. النهارده ياما ناس بدأت من خليه او اتنين، بقى عندها دلوقتي مكاتب تصدير واستيراد، وعندها عقارات، وعندها ثروة كبيرة جدا. بس للأسف أنا شايف على مؤشر الأداء الاقتصادي صادرات العسل أو خلايا النحل أو النحل المصري، صادراتها في السنين اللي فاتت ضئيلة جدا جدا جدا، إيه الأسباب؟ الصادرات في النحل احنا هي بدأت بالفعل سنة 2000، كانت حوالي 30,000 طرد، وبعد كده في سنة 2009 وصلت 190,000 طرد. السنة اللي قبل اللي فاتت سنة 2016 496,000، السنة اللي فاتت 504,000، واحنا دلوقتي مصدرين طرود نحل مرزوم وطرود نحل أقراص للدول العربية لحد دلوقتي، من شهر 2 من بداية الموسم لحد يعني بقى لنا شهر وشوية، مصدرين حوالي 30,000 طرد لحد دلوقتي. مميزات النحل المصري ايه؟ مميزات عديدة. هو طبعا النحل المصري جاي من اسمه، طبعا ده ظهر النحل اصلا ظهر على وجه الكرة الأرضية قبل ظهور الإنسان. ظهرت السلالة المصري دي طبعا كانت بتتحمل مقاومة الأعداء، مقاومة الأمراض، فيها السلوك الدفاعي عن نفسها، فمنتجة، وظهر منها بقى الهجن، هجين المصري الكرنولي، وهجين الإيطالي المصري والإيطالي الكرنولي، واخد بالك كل الهجن دي. فطبعا دي إنتاجيتها عالية من العسل، وملكتها بياضة وحضانة. المستثمر اللي عاوز يبدأ مشروع، تكلفة الخلية الواحدة كام لك؟ كمستثمر عايز يبدأ مشروع كبير، ممكن لا، انا ببدأ بواحد واحد عاوز يعمل نحال، هو عايز يتعلم مهنة النحالة عشان يبدأ مشروع صغير ويكبره بعد كده. هي تكلفة الخلية يعني ايه، ما تزيدش عن 700 جنيه الحامل بالخلية بالطرد، ما تزيدش عن فيها. غش كمان يا دكتور، في ناس بيتصلوا بيا، بعتوا لي امبارح على الفيسبوك بيقولوا لي بس قال لنا لو سمحت نجيب الخلية الصح منين وتمنها كام، لان بتضحك علينا وتبيع لنا خلايا، يعني ايه مزوره؟ طبعا الخليه طبعا بتصنع من الخشب، الخشب طبعا انواعه كتيره. في الطبليه دي ممكن اصلا انسان يصنعها سلوتكس، ماشي، ممكن فيها منها خشب عشان تعيش معاك فتره طويله. الخشب ده منه انواع، منه لتزانه، ومنه بياض، ومنه مسكي، فطبعا الحاجات دي كلها بتختلف في السعر. لكن الخليه المسكي اللي زي كده دي بتكلف حوالي 250 جنيه، اللي هو الصندوق بالغطا المنكل اللي زي كده. ده غطا منكل عشان طبعا ايه، في الشتاء لو في مطر ولا حاجه، ما ايه وما يخش كمان الايه، المطر ما يخش للنحل جوه. لكن بالنسبه للطرد بيختلف برضه من السلاله للسلاله، من سلاله للسلاله، الطرد اللي هنشتريه جوه الخليه. طب هو بيعيش جواه النحل ازاي، وبيطلع منين يجيب رحيق؟ فتحه ايه يا فندم، في الفتحات الصغيره دي، السروح دي اسمها لوح الطيران، الحته دي عشان يطلع عليها من هنا، ودي فتحه السروح، دي المدخل بتاع النحل وفتحه السروح. طبعا ايه، زي ما قلنا ان الطرد ليه مواصفات معينه. مواصفات الطرد القياسيه المفروض 5 براويز متغطين بالنحل، منهم 3 حاضنه و2 عسل وحبوب لقاح. بتشتريه انت، سواء بتشتريه من عندنا من قسم بحوث النحل، او بتشتريه من نحال كبير، لانك انت نحال صغير مبتدئ، فبتشتري مثلا، تبدا مثلا ب 10 خلايا ب 10 طرود، وتبدا انت ممكن في الميزه بقى في مشروع النحل الصغير ده، ان النحل طبعا بيجدد نفسه بنفسه. لو فرض ان فقدت منك خليه، انت ممكن تقسم خليه من نفس الايه، من الخليه اللي شاريها. دوره راس المال بتاعته سريعه. النهارده انا بدات في شهر 3 اشتريت نحل، يومين دول ممكن في شهر 6 الخليه تجيب لي 3 ل 4 كيلو عسل، يبقى غطت التكاليف. لو انت صفيت المشروع مفيش خسائر كتيره، انت هتبيع النحل وهتبيع الخلايا. متعددة الانتاج، الاوجه الانتاج متعدده، العسل وحبوب اللقاح والشمع والبروبوليس والغذاء الملكي وسم النحل، بالاضافه الى انك انت ممكن تقسم طرود منها تاني وتبيع طرود، او هيجي واحد هيجي عسل. واحد عملي قوي مش فاضي يسمع الكلام ده ويقول لك لو سمحت قول لي الصندوق ده يعمل كام، من الاخر يعمل كام في السنه؟
الصندوق احنا عندنا متوسط الانتاج في مصر برضو بيختلف من ايه حسب المرعى حسب المكان. لو كان مرعى كويس ممكن الخليه ممكن تجيب من 10 ل 20 كيلو لو المرعى كويس على مدار العام، لكن لو مثلا مرعى مرتبط بفترات معينه في اوقات معينه الخليه متوسطها في مصر من 8 ل 10 كيلو. انتاج الملكات تتم بطرق طبيعيه وطرق صناعيه. الطرق الطبيعيه طريقه الاحلال او طريقه التطريد او طريقه الفقد. الفقد لو النحال شغال في الخليه ومثلا طلع البروز اللي في الملكه بعيد شويه ووقعت من الملكه في الارض ممكن تموت. النحل بيربي الملكات طبيعي عشان يعمل ام في الخليه. الحاجه الثانيه طريقه الاحلال، لو الملكه كبرت في الخليه فالنحل طبعا بيعمل ام بديله وبالتالي دي بتبقى احسن الملكات اللي بتربى في حاله في الحالات الطبيعيه. طريقه التطريد، لو النحل طبعا ازدادت الكثافه العاديه جوه الخليه وبالتالي طبعا النحل مش كسول عايز يشتغل على طول، عايز فراغ عشان يشتغل فيه، فطبعا النحل اللي موجود بيربي بيعمل بيوت ملكيه، والام بتاخد الكثافه معظم الكثافه النحليه السارحه وتطلع بيها بره عشان تسيب فراغ في الخليه.